صلاح ومؤمن زكريا. الجزئيه بقى المهمه جدا بالنسبه لي وموضوع لازم نتكلم فيه مع حضراتكم، ويعني امبارح تطرقنا ليه بشكل صغير قوي، لكن المره دي هنتطرق ليه بتركيز اكبر عشان نحاول نرصد كيف يتعامل الاعلام مع النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه وخلال اسابيع سابقه. في الوقت اللي النادي الاهلي قدامه 24 ساعه وربما 3 ساعات من دلوقتي ويحتفل ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، الوقت اللي احنا المفروض الاعلام كله، مش هتكلم على اعلام النادي الاهلي، المفروض الاعلام كله بيتناول دلوقتي كيف حقق النادي الاهلي هذا الانجاز، كيف حقق النادي الاهلي هذه الارقام القياسيه. المفروض ده جانب مهني اركز عليه دلوقتي. طبعا في اساتذه كبيره بالنسبه لنا في الاعلام وكلنا يعني بتعلم من ناس كتير جدا في الاعلام يعني في الحقيقه، لكن في نفس الوقت في امور بديهيه مهنيه لازم ان هي تنفذ في وقت زي ده، انك تشوف ايه الاسباب اللي ادت ان النادي الاهلي يخلص الدوري بدري كده باذن الله تعالى يعني ان شاء الله، وتشوف ايه المقومات اللي عند النادي الاهلي اللي مش موجوده عند نادي تاني او عند اي نادي تاني واللي ادت ان النادي الاهلي يفوز بالدوري بالشكل ده بالارقام دي. لكن للاسف الشديد احنا بنشوف تناول اخر ومختلف وبطريقه غريبه، طريقه غريبه جدا، لازم نقعد نتساءل بصراحه. يقول لك ايه دلوقتي في تغييرات في الجهاز الفني للنادي الاهلي، يقول لك كمان مدير الكره هيمشي وهيجي اسم تاني. هل ده الوقت؟ بالمنطق كده وبالعقل الغرض ايه؟ لحد امتى هيفضل تناول الاعلام لاخبار النادي الاهلي ولموضوعات النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذه الطريقه الغريبه جدا؟ انا مقدر ان اي خبر بيكون عن النادي الاهلي بيبقى مهم لان هو من اهم الانديه في مصر ان لم يكن اهمهم، فطبيعي ان انت تكتب بعض الاخبار، لكن برضو طبيعي ان انت تحتفل او تتناول، مش هقول تحتفل، انت المفروض بقى اعلام محايد يعني تتناول اسباب فوز النادي الاهلي باللقب يعني. مقدر كمان ان هو مش امر جديد بالنسبه لكم، مش امر جديد بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه ان النادي الاهلي بيفوز ببطوله الدوري، حاجه الاهلي يعني اتعود عليها والجمهور اتعود عليها مفيش مشكله، رغم المنافسه ورغم ان في انديه كبيره جدا. لكن في الوقت اللي الاهلي بيفوز بيه في بطوله الدوري مركز مع النادي الاهلي، مركز معاه وبتقول على حاجات فيها جانب من الاجتهاد سواء اصاب او اخطا، لكن انت بتحاول تجتهد في وقت غير مناسب في الحقيقه. ده كلامي موجه للاعلام بشكل عام في مصر. وفي نفس الوقت اللي في انديه كبيره ثانيه عندها بعض المشاكل والازمات وبتتعادل وبتخسر، انت ما بتروحش ناحيتهم خالص. خالص. ما بتجيش ولا واخد بالك. ومش عايز تاخد بالك، او عامل مش واخد بالك. ما بتناقش ازمات الفرق دي ايه؟ ما بتقولش ليه مثلا الفريق ده تعادل؟ ليه الفريق ده خسر؟ رغم ان هم عندهم امكانيات رهيبه، عندهم قدرات فنيه ممتازه. عندهم جماهير، عندهم اسماء كبيره جدا. واسمهم لوحده كبير كانديه. لكن انت مش عايز تشوف او مش قادر تشوف او خايف تشوف وتتطرق للجزئيه دي، متعمد انك ما تشوفش، وفي نفس الوقت انت متعمد انك تركز مع الاهلي رغم ان الاهلي بيفوز ببطوله باذن الله تعالى خلال الساعات اللي جايه دي. لو الانتاج فاز على الزمالك الاهلي بطل الدوري رسمي، لو ما فازش الانتاج على الزمالك والاهلي فاز بكره على الاتحاد الاهلي بطل الدوري رسمي قبل نهايته بثمان اسابيع، والدوري رقم 42. عارف ان في جاب كبير جدا ما بين الاهلي ونادي كبير زي نادي الزمالك له وكل الاحترام والتقدير في عدد البطولات، حوالي فرق 30 بطوله تقريبا ما بينهم في بطولات الدوري تحديدا، وفي نفس الوقت انت بتحاول تخلق الازمات والمشاكل بالنسبه للنادي الاهلي. لكن برضو انا مركز على ان جمهور الاهلي عنده قدر كبير جدا من الوعي والذكاء، وعارف كويس قوي ان في ناس اتكشفت بشكل كبير جدا في الاعلام، وانا آسف إن أنا بقول الكلام ده، آسف جدا إن أنا بقول الكلام ده، لأن الجزئية دي مهما حصل ومهما الناس تطرقت للسلبيات في الوقت المفروض يتحدثوا فيه عن الإنجازات، الكلام ده عمره ما هيأثر على النادي الأهلي ولا على مسؤولين. فدي جزئية كانت مهمة جدا لازم أتكلم فيها بخصوص الكلام الكتير طالع على النادي الأهلي بخصوص تغييرات في جهاز فني وجهاز إداري وكلام من ده، وده مش توقيته إطلاقا إطلاقا، إحنا بنفرح دلوقتي وبنحتفل بالفوز ببطولة الدوري بإذن الله تعالى خلال ساعات. ده فيما يتعلق بالجزئية دي. النهارده كمان عيد